طيب، بعد أن ينتهي الحاج من رمي من الهدي إن كان عليه هدي، يذهب إلى أين؟ إلى أن يحل بالحلق أو التقصير. ومن ليس عليه هدي فإنه مباشرة يذهب إلى أن يحل بالحلق أو التقصير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الرجل يحلق أو يقصر، وسبق أن ذكرناه في الدرس الماضي الحلق والتقصير. يحلق أو يقصر، يحلق رأسه أو يقصر، أن يزير شعر الرأس كامل أو أن يقصر. وحن يعني معنى كعرف مثل متعارف يقول مثلا حلق رأسه أو خففه، ولا هو ذاك الحلق أصلا يزالت يخلي كم يقول قحة. طيب، والمرأة تقص قدر 3 سنتيمترات المرأة، وتنتبه أنها لا تقصر إلا في مكان ساتر. النساء ينبه لهن هذا الأمر حتى في العمرة، انتهت من العمرة عند المروة لا تكون أمام الناس وحيث وراها يراها وتخرج شعرها، الشعر عورة لا يخرج أمام الأجانب. نعم، ويحلق لها امرأة ولا يكون رجل أجنبي. وهنا أيضا ينهى عن القزع، والقزع بعضهم يسوي شعر همبرة فوق رأسه وما هاين عليه، يقصكها من نص وخلق ولا كي يسويبه، لا هذا قزع، هذا ما يجوز. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا، هذه الحركات في الشعر هذه منهى عنها. والحاج هنالك في مكان في يعسى ذهب إلى عبادة الله تعالى، كيف يفعل ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؟ فهذا قصات عند الشباب اللي متعود على القصات، يتركه القصات هناك، خلي مرة صفر سيؤدب عمره هناك. طيب، يكون الحلق أو التقصير بعد الرمي، بعد أن يرمي وبعد أن يذبح، لا قبل ذلك. ومن اضطر إلى ذلك قبل، إذا واحد ضرورة سبحان الله عند مرض في رأسه مبتلى بشيء من الأمراض عافانا الله تعالى وما يستطيع أن ينتظر وحلق قبل ذلك وقصر، ليس عليه إلا الفدية، ليس عليه إلا الفدية. فمن كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى ففدية، أو فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. طيب، سبحان الله، مع التعب ربما يخطأ الحاج، ينسى فيذبح قبل أن يرمي، يصير يذبح وبعد ذلك يصير يرمي، أو يحلق قبل أن يذبح، يحلق قبل أن يذبح، هل عليه شيء؟ يمضي ولا شيء عليه، يمضي ولا شيء عليه. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاله يا رسول الله لم أشعر فحلقت، قاله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال له ارمي ولا حرج، ارمي ولا حرج. فإذا يكون على هذا الطريق. طيب، أيضا ذكرنا في الدرس الماضي إذا كان سبحان الله الحاج يعني حلق قبل ذلك وأصلع الرأس، صار عنده صلعة، هنا في التحلل هذا ماذا يفعل؟ يجر الموس على رأسه، يجر الموس على رأسه، حتى أن من لطائف بعض العلماء يقول يجر الموس على رأسه، فربما هنالك شعرة طلعت في رأسه، أو ربما يعني بدأت في الطلوع، فعندما تفعل بالموس هكذا ماذا ستمر عليها؟ ولا سيما انه اذا كان الحاج يعني لا سيما المتمتع جلس ايام في مكه، فلذلك طال شعره، يعني جالسين مده طويله يعني اكثر عن شهر، فهنا عاد هنا جالسين، فلذلك عاد شعرهم يطول اكثر، فهنا يعني واضح انه لا ليس يقرموس فقط وانما فعلا يحلق. نعم،
بعد التحلل الأصغر، هذا يسمى تحلل أصغر، بعد أن قصر أو حلق الحاج يسمى تحلل أصغر. يباح له ما كان محظورا إلا ماذا؟ إلا النساء، معاشرة النساء. فإذا يباح له الطيب، كان محظورا أنه يتطيب ويتعطر، الآن يباح له الطيب. يباح له يلبس ملابس المعتادة المفصلة والمحيطة، طبعا على خلاف فيها من سلفنا، تقييد المخيطة فيها كلام عند العلماء. يجوز طيب يجوز يأخر تحليل تحلل؟ نعم يجوز، إذا كمن أخر مثلا اليوم الثاني، سبحان الله بعد أن انتهى من الرمي ومن الذبح كان تعبان وقال غدا إن شاء الله، يجوز يجوز لا بأس، لا بأس أن يؤخر إلى اليوم الثاني. هنا انتهى كما قلنا من التحلل الأصغر، يذهب إلى أين؟ إلى طواف الإفاضة. والأصل أن طواف الإفاضة يكون في اليوم العاشر على أن يتحلل، لكن يجوز يؤخره اليوم الذي بعده. وبعد طواف الإفاضة يكون تحلل التحلل الأكبر، وطواف الإفاضة يكون بالطواف وبالسعي. إلا أنه ذكر العلماء أن من قدم سعي الحج في طواف القدوم إذا كان مفرد، وفي طواف العمرة إذا كان قارن بنية السعي، إذا كان مقدم منه كان في هذه الحالة ليس عليه سعي، وإنما عليه طواف إفاضة فقط. نعم، من قدم يكون على هذا، من قدم طواف سعي الإفاضة في البداية في هذا اليوم، في اليوم الزيارة، ثم طواف الزيارة ثم طواف الإفاضة، لا يسعى، وإنما عليه فقط طواف الإفاضة. نعم، هي في طواف القدوم. نعم، إذا كان مقدم منه السعي هنا ليس عليه سعي في هذا اليوم، وإنما عليه فقط طواف الإفاضة. كيف؟ ماله؟ هي نعم كذا، هكذا يطوف وبعد ذلك يسعى. أيوه بعد ذلك يسعى، هذا لذلك يعني إذا كان سعي يجعله سعي الإفاضة تقريبا، لا سيما المفرد ليس عليه عمرة، فإذا ما صاف وسعى معناه اعتمر، لكن هذا السعي يقدمه